يعني صراحة المشهد بقى مبتذل قوي بطريقة يعني غير منطقية، وشفنا في انتخابات رئاسية مزعومة في 2014 اتعمل مؤتمر انتخابي واحد عبر الفيديو كونفرنس، وشفنا حتى في 2018 مفيش حاجة اسمها يعني نزول الشارع والالتحام مع جماهير الشعب او عربيه مكشوفه، ولا يعني كان مثلا ايام السادات او حتى المستبد المخلوع الراحل كان بيتعمل في اوائل سنوات حكمه، كان بعض اللقطات كده وعربيات مكشوفه وناس على الجنبين وبتاع. بس انا عن نفسي شفته في ميدان سيدي جابر ايام كانوا عاملين اتحاد كده مع العراق والاردن واليمن، الاربع رؤساء كانوا في ميدان سيدي جابر، شفناهم عربيه مكشوفه الاربعه موجودين فيها، يعني كان في متناول الناس. لكن يعني نتجاوز التمثيليه الرديئه دي، اللي زي ما قلت لحضراتكم اي حد في مصر عارف ان اللي جيب دبابه صعب قوي يتكشف على الناس في شوارع مصر. وصدقنا وشفنا الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي لما كان بيصلي الفجر وناس من زينا بيسلموا عليه وصوروا معاه، وشفناه في شوارع عدة محافظات. الخبر اللي بعد كده وكيل خطة من المانشيت، أو الخبر اللي بعد كده من جريدة الوطن، وبيقولوا إن وكيل خطة لجنة الخطة في والموازنة في برلمان على رأس الماريونيت الراحل، البرلمان الراحل المنتهي، نائب اسمه مصطفى سالم بيتقدم بمبادرة جديدة على غرار مبادرات أخرى بيقدمها للبنك المركزي لتمويل التصالح في مخالفات البناء. رغم اختلافي والشديد جدا مع المجلس الأمني ده واللي كشفه الدكتور حازم عبد العظيم وتم هندسته وخلاص زي ما بيقولوا غار، يعني غار وانتهى غير مأسوف عليه، يكفي طفرته في تيران وصنافير، إلا أن هذه المبادرة في الاتجاه الصحيح ومبادرة إنسانية، أن الناس بدل ما بتهدم بيوتها عشان معهاش فلوس اعمل لهم يا سيدي قرض حسن، اعمل لهم قرض ميسر، راجل قايل على 5 سنوات أو 7 سنوات بفائدة بسيطة وبضمان العقار المتصالح عليه دون حاجة لتبديل مهلة التصالح اللي بترفضها الحكومة. أنا مش عايز فايدة عشان ربنا يبارك، خلوها إيه بلاش 7 سنين خليهم، ولا 5 سنين خليهم 3 سنين بقرض حسن، وساعدوا الناس طالما الموضوع فلوس ساعدوا الناس. انت بتقول انك في 2019 طلعت 20,000 من الغارمين وغارمات والسيسي تحمل الموضوع ده وصندوق تحيا مصر تحملت القصه دي. طب يا صندوق تحيا مصر الناس الغلابه خش يا عم، مش هقول لك ادفع مع البنك المركزي، خش اعملوا قروض حسنه ما فيهاش فوائد والناس تسدد الجبايه دي بالتقسيط. تاني بقول المانشيت ده والخبر ده مبادرة إنسانية في الاتجاه الصحيح.